ها نحن قد ودعنا ثلث شهرنا ودخلنا في الثلث الثاني، والثلث كثير، لكن الله عز وجل جعل لنا عوضا بأن جعل خير شهرنا آخرة، فخير الشهر هي العشر الأواخر التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وفيها عوض عن الأيام التي تتصرم من الشهر. وقد ذكر أهل العلم أن العشر الأواسط من رمضان أفضل من العشر الأوائل، فنحن وإن ودعنا العشر الأوائل فقد دخلنا في عشر خير منها، لكن ينبغي على كل واحد منا وقد ودع ثلث الشهر أن ينظر في حاله مع هذه الأيام، هل أحسن؟ هل صام وصان صيامه؟ هل قام إيمانًا واحتسابًا؟ هل قام مع إمامه حتى ينصرف رجاء أن تكتب له أو يكتب له أجر قيام الليلة كاملة؟ كم قرأ من القرآن منذ أن دخل عليه شهر القرآن؟ هل تصدق في أيامه الماضية؟ فإن وجد خيرًا فليعلم أن الفضل لله عز وجل وأن المنة لله عز وجل، لولا الله لما وفق لهذا، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويسأل الله عز وجل المزيد من فضله ويحسن فيما بقي من شهره. وإن وجد تقصيرًا، ولا بد فينا من تقصير، فعليه أن يراجع نفسه وعليه أن يتدارك أمره وليتذكر حاله مع رمضان في العام الماضي، مضى ثلثه ثم دخل ثلثه الثاني ثم دخل ثلثه الأخير وهو يرجي نفسه، ثم فوجئ بأن نودي على شهر رمضان بالرحيل فندم، ولربما بكى وأسال الدموع أنه قصر في هذا الشهر، وعزم وعاهد على أنه إن أدرك رمضان القادم ليفعلن وليفعلن وليفعلن. فليتذكر حاله مع شهر رمضان الماضي وليجعل لنفسه في ذلك عبرة، وليحسن إلى نفسه فيما بقي من أيام هذا الشهر.